تناولت مختلف الصحف الوطنية الصادرة في اليوم 11 من الحملة الاستفتائية أهم المجريات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور والحملة. بالبنط العريض كتبت يومية الشعب على صدر صفحتها الأولى المشاركة الانتخابية للقطيعة مع زارعي الفتنة، حيث أوردت تشديد المنشطين ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني على ضرورة الالتزام بالمشاركة في الانتخابات والتصويت بنعم. دستور نوفمبر ينتزع الإجماع قبل الاستفتاء هو ما عنونت به يومية المساء، حيث أشارت اليومية إلى تدخلات الأحزاب الجمعيات وبعض الوزراء لإقناع المواطنين بالتصويت على المشروع لتحقيق التغيير. المرأة ركيزة التنمية في مشروع تعديل الدستور هو ما تناولته جريدة الإكسبريسيون عبر تصريح وزير الخارجية صبري بقدوم أن الدولة تعكف على الحفاظ على مبدأ تحقيق المساواة لوصول المرأة لتقلد مختلف المناصب السياسية، وهو ما يتجسد في المشروع. من جهة أخرى كتبت يومية النهار سلطة ضبط السمعي البصري تصدر توصيات حول التغطية الإعلامية للحملة الاستفتائية، كما أضافت السلطة وجوب ضمان تغطية مستقلة متوازنة وموثوقة لعملية الاستفتاء على تعديل الدستور. وعن نفس الموضوع تحدثت يومية المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية تحت عنوان توصيات حول التغطية الإعلامية، حيث أكدت سلطة الضبط السمعي البصري على ضرورة تبني وسائل الإعلام لخطة إعلامية معنية بالموعد مع الالتزام بمعايير الموضوعية والتوازن والإنصاف. يومية المحور هي الأخرى، وعند تناولها لموضوع توصيات سلطة الضبط السمعي البصري أوردت إشارة السلطة إلى تسجيل بعض النقائص خلال الأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور.